اهلا بيكم في دقيقة بجد. طب ده خبر مفرح، ده خبر مفرح جدا. بيقول ايه هذا الخبر؟ فتاة بريطانية تدعى باكي كوكس بالغة من العمر 26 عام تتزوج من سجادة. والله بجد متجوزة سجادة اهي، بص اهو سجادة ولفاها ووقفة جنبها كده وحضناها. انا سمعت عن خبر عن واحد في اندونيسيا اتجوز حلة بتطبخ رز بس، يعني وهو اتضايق بعد كده طلقها عشان ما بتطبخلوش غير رز. انا مش عارف العالم ده فيه ايه. وزمان كان في واحد اتجوز مخده، وفي واحده اتجوزت محطه قطر. طب ايه؟ طب ايه حضرتك يعني؟ طب ماشي السجاده دي، طب هتاخدي منها ايه؟ غريبه برضو. وبعدين دي هتقومي تنفضيها دي في البلكونه هيطلقك السجاده، هتطلقك تقول لك سوري اي دونت هاف ذس يعني، وتقعد تاكله بقى وتبتدي بقى فتافيت المكرونه تقع تحت كده، وكل ما تيجي تنفضيها تبص تلاقي ريموت اصلا تايه جوه السجاده. حاجه غريبه جدا، بس يعني ربنا يكملكم بعقلكم يا جماعه.